هنا بمتحف المجاهد لولاية باتنا نقف على بعض الصور الفوتوغرافية الأغراض والوثائق الأرشيفية للشخصيات التاريخية التي كان يطلق عليها المستعمر الفرنسي قبل سنة 1950 بالخارجين عن القانون. لدينا هنا حاملة خراطيش ترجع الثائر غريم بلقاسم وهو من خارجين على القانون. عندنا أيضا بعض الصور للخارجين على القانون مثل حسين برحايل، مثل صادق شبشوب، مثل غريم بلقاسم، مثل أحمد قادة. أحمد قادة أصغرهم سنا، الشخصية الوحيدة من مجموعة 16 الذي عاش بعد الاستقلال. أحمد قادة في اندلاع الثورة من الرعي الأول الفتح من نوفمبر 1954، تم تعيينه على رأس المنطقة الثالثة رفقة الشهيد حسين برحيل للإشراف على الأفواج التي انطلقت من ولاية بسكرة. الشهيد غريم بلقاسم أبرز شخصيات متمردي الشرف ينحدر من دوار كيمل، استشهد في 29 نوفمبر 1954 ضواحي وادي الطاقة. مسقط رأس الشهيد غريم بلقاسم بسلات بكيمل، هذا هو المكان اللي ولد وترعرع فيه. لاحظ في هذا المنزل هذا موجود كازما في البيت راهي تحت الأرض وعندها مخرج واحد آخر، وهذا ما يسمى بالمنسج تقليدي يوضع في هذا المكان للتمويه للكازما حتى كيجي البحث من القوات الفرنسية أو الناس في ذاك الوقت هو من خارجين على القانون يجوا يبحثوا عليه، ما يتمكنوش باش يتعرفوا على مكان الكازما هذه. يروي لنا المجاهد أحمد فرقنيت المدعو بن بوخضرة من أبناء منطقة كيمل شهادته حول أبرز شخصيات لصوص الشرف قبل الثورة على غرار الشهيد غريم بلقاسم. من دوار كيمل أولا من نعرف غريم بلقاسم، كان شاب صغير ونسكن في الشرفة في درعان معيزة، والله باين يسكن ثم الديار تاعو هم داروا له طريق حتى هو ضد المستعمر، على جال غرامة، على جال مثل كلمة عنف. شكلت مجموعة 16 التاريخية النواة الصلبة لأفواج الراعي الأول للثورة التحريرية وصمام الأمان بمنطقة الأوراس.